طبعا بنشكر الدكتور عابد الترابي، ودايما بنقول اولد از جولد، سواء مجموعه السلفونال يوريا او الدي دي بي 4 او الاس جي ال 2 او الميتفورمين. يعني احنا كنا اشتغلنا من اول سنه 2000، والدكتور سيد عبد الفتاح كان السينيور بتاعي، فكان بيقول يعني كانش فيها الا مجموعه السلفونال يوريا. لحد دلوقتي شوفوا بقى الايرا اوف الانتي دايابيتكس من انسولينات والترا شورت اكتنج ولونج اكتنج وكومباينيشن وجي ال بي 1 وحاجات كتير. احنا ايام زمان ما كانوش بيشتغلوا. انا حضرت الانيمال انسول، هو يفتكر في عياده السكر عندنا كان منزل عياده الناس بتاخد انيمال انسول. الوقت احنا بنتكلم في مجموعات حدث ولا حرج. يعني الجريت اوجمنتيشن في كنترولنج اوف تايب 2 دايابيتس او المجموعه المحببه الى قلبي، مجموعه الدي دي بي 4 اللي تقريبا ما بتعملش اي كومبليكيشن. دايما انا اقول لو انا جالي دايابيتس اول مجموعه اخدها مع الميتفورمين ممكن مجموعه الدي دي بي 4. وهنتكلم على الالوجليبتين او مجموعه الدي دي بي 4. طبعا معروف ان الدايابيتس بروجريسيف ديزيز وايتيز ديزيز اوف ايجينج، وطبعا جروينج بروبلم على مستوى العالم بما فيهم مصر. لما نيجي نشوف عدد الدايابيتك بيشنت من سنه 2000 ل 2021، 2150 151 مليون. في 2021 اكوردنج للاي دي اف اطلس كانت 537 مليون، والمتوقع تقريبا في 2045 هنوصل ل 783 مليون. ناخد الحته اللي تهمنا اللي هي المينا ريجون اللي فيها مصر. عدد الدايابيتك بيشنت في 2021 اكوردنج لاخر اصدار من الاي دي اف اطلس حوالي 73 مليون. مصر في المرتبه الحمد لله رقم 10 زي ما انتم شايفين، ومعدل تقريبا 11 مليون، والمتوقع في 2045 هنوصل تقريبا لضعف العدد بمعدل تقريبا 20 مليون، وننط في القفزه الهائله في المرتبه رقم 9، تقدم رهيب زي ما احنا شايفينه. طيب الدايابيتس طبعا لها بور مورتاليتي اند موربيديتي بروجنوزيس، حوالي داخلين على 8 مليون ديس في سنة 2021 بسبب الدايابيتس أكتر من الكوفيد. الكوفيد كان كام؟ ما يتعدوش تقريبا ال 8 مليون على مستوى العالم. 70% انكريس في الدايابيتس ريليتد ديس من سنة 2000 ل 2019. الموست كومن كوز في الديس نتيجة الدايابيتس تقريبا ثلثين الديس من الدايابيتس سببه كارديوفاسكولار ايفنتس. حوالي 80% من الناس اللي هم عندهم سي كي دي بسبب الدايابيتس والهايبرتنشن. اليوكيبيد اس اللي بدات في 1979 واتنشرت في 1997 تقريبا بعد حوالي 20 سنه، وكانت بتعمل كومباريزون بتوين الانتنسيف ارم والكونفنشنال ارم، وادي ان كل ما بتعمل ايرلي تايد جلايسيميك كنترول كل ما كانت الكومبليكيشن سواء المايكروفاسكولار كومبليكيشن او الماكروفاسكولار كومبليكيشن بتتحسن. ده ايفن ان العيانين بعد الاستادي اتسابوا 10 سنين وكل واحد روح بيته وكل واحد مشى على الانتي دايابيتك براحته بعيد عن الاستادي. بعد 10 سنين جمعوا الداتا من البيشنتس دول وجدوا ان العيانين اللي كانوا في الانتنسيف جلايسيميك كنترول كان لهم جود كارديوفاسكولار اوت كام بعد 10 سنين تقريبا في 2005، وسموها الجود ميتابوليك ميموري او الليجاسي افكت. وبالتالي لما حضرتك بتعمل يعني ديلي في الانتنسيفيكيشن اوف الجلايسيميك كنترول، وخاصه في البيشنتس اللي هم الايرلي دايجنوزيس والبيشنتس اللي هم اليونج ايج وما عندهمش كوموربيديتيز ولا كارديوفاسكولار ديزيز ولا عندهم سي كي دي، وده تقريبا ثلثين الدايابيتك بيشنت عند التايم اوف دايجنوزيس كل ما كانت الكومبليكيشن هتقل. طبعا معروف ان هو بروجريسيف ديزيز، وانس ان انت بتدي بتعمل لايف ستايل مع اكسرسايز مع دايت كنترول مع ميتفورمين في الايرلي دايابيتك كنترول
بعد شويه بيحصل فيلير للميتفورمين مع اللايف ستايل، مع اللايف ستايل موديفيكيشن زي ما احنا شايفين. ونيجي نشوف الميتفورمين لوحده بعد شويه من الديزيز ديوريشن بيبدا يحصل فيلير، وبالتالي لازم اعمل كومباينيشن ايزر من الاول او بعد شويه. فالميتفورمين مونوثيرابي بعد شويه بيحصل لوس للإفكت بتاعه. ظهرت من اول 2007 2008 مجموعه الدي دي بي 4، واعتقد ان الناس اللي كانوا قبلنا في الدكتوراه كان الدكتور مجاهد اول واحد كان اتكلم عن مجموعه الدي دي بي 4 في 2005 2006، وقام جايب لهم سؤال انتيرو ان سولار اكس، وكان السؤال ده طبعا حدث ولا حرج، كنا اول مره نسمع عن الانكريتين والانكريتين افكت والانتستاينال هرمونز. ومعروف طبعا الانكريتين او الجي ال بي 1 ان ريسبونس للايتنج او الفود هيتكسر بالداي بيبتايدايل بيبتايديز 4 انزيم. طب انا لما اقفل الانزيم هحافظ على الاندوجنس انكريتين وكل ده الميكانيزم اوف اكشن اتفقنا لحضراتكم معروفه، هيعمل بورليفريشن وبرزرفيشن للبيتا سيل ماس، وكمان هيعمل لي انهبيشن على الالفا سيلز ويقلل الجلوكاجون سكريشن، وبالتالي بيعمل كنترول للفاستنج والبوست برانجل بلاد جلوكوز وزاويه هايبوجلايسيميا لانه بيطلع في جلوكوز ديبندنت مانر. الالوجليبتين ك واحد من الفاميلي اوف دي دي بي 4 طبعا بيمنتين الجلايسيميك كنترول سواء في الديورابيليتي والافيكاسي زيه زي السلفونيلوريا زي ما احنا شايفين في الريدكشن اوف الاي 1 سي، وكمان ما بيعملش هايبوجلايسيميا لانه ايو جلايسيميك، وما بيعملش ويت جين لانه نيوترال. وكمان لما بتضاف على الانسولين اكيد هنحتاج ان احنا نقلل الدوزس اوف انسولين لما نيجي نشوف الكنترول مع ناس خدت انسولين ميتفورمين وناس خدت انسولين ميتفورمين مع الالوجليبتين، كان الكنترول لصالح الارم اللي خد تريبل ثيرابي ميتفورمين انسولين الوجليبتين باليونيك ميكانيزم اوف اكشن. طبعا زي ما انا قلت بعمل سيجنيفيكانت ريدكشن في الاي 1 سي وسيجنيفيكانت ريدكشن في الفاستنج بلاد جلوكوز وكمان البوست برانجل بلاد جلوكوز. لما نيجي نبص على الجايد لاينز اللي الدكتور ايهاب قالها، اين مجموعه الدي دي بي 4؟ سواء في الناس اللي هم الهاي ريسك او استابليش ده اثروسكلوتيك كاردوفاسكولار ديزيز، او الناس حتى اللي عندهم هارت فيلير او سي كي دي هيجي رقم 3، سواء في الناس اللي هم نايف ما عندهمش اي مشاكل هيجي رقم 2 بعد الميتفورمين، وينفع اد اون مع اي مجموعه ما عدا الجي ال بي 1 عشان نفس الميكانيزم اوف اكشن. من اول 2008 اي انتي دايابيتيك دراج لازم يعمل كاردوفاسكولار سيفتي ترايل عشان يثبت ان هو لا اما ليه نيوترال سيفتي افكت على الكاردوفاسكولار او القمص، او كمان ليه بينيفيشال افكت على الكاردوفاسكولار او القمص. لما نيجي نشوف الالوجليبتين والاكزامين ترايل اشترك فيها حوالي 5380 بيشنت، ارم خد الوجليبتين وانس ديلي وارم خد بلاسيبو. لما نيجي نشوف سواء البرايمر او السكندر اند بوينت كانت ذا سيم از بلاسيبو سواء من الكارديوفاسكولار ديس او النونفيتال ام اي او النونفيتال ستروك، والريدكشن اوف الاي 1 سي كان مور سيجنيفيكانت عن البلاسيبو، وده من الاول من بدايه التريتمنت ثيرابي. زي ما احنا شايفين زي البلاسيبو الوجليبتين وبلاسيبو في الكاردوفاسكولار سيفتي سواء في البرايمري اند بوينت على مستوى الكاردوفاسكولار ديس او المنفيتال ام اي او المنفيتال ستروك ذا سيم از بلاسيبو وذ نون انفيريورتي. طبعا معروف ان الميجور ادفيرس كاردوفاسكولار ايفنتس ماشيه هاند تو هاند از ذا ديزيز بروجريس، والاوت كومز وور سيميلر زي ما انا قلت سواء في البرايمري او السكندري اند بوينت في الارم في الاكزامين ترايل في الارم اللي خد بلاسيبو او الارم اللي خد الوجليبتين 25 ويز لو ريت اوف هايبوجلايسيميا سيفتي في الرينال فانكشن مفيش ريبورتد مالجنانسز جود كنترول للاي 1 سي. ده السكندري اند بوينت اهوت. وطبعا ابروفد الالوجليبتين ك اف دي ابروفال ب
بعد الاكزام ترايل حصل سكسسفول اديرنس للريكومنديشن اوف سنه 2008 في الاف دي اي جايد لاينز على الايفالويشن اوف نيو ثيرابيز فور تايب 2 دايابيتس. طيب الالوجليبتين والرينال بيشنت، لما يجي نبدا في الرينال بيشنت ممكن ابدا بستة وربع، العيان اتظبط في البلاك جلوكوز والاي 1 سي يبقى خير وبركه، ما اتظبطش ممكن بعد شهر اعمل دبليكيشن للدوز، اتظبط على 12.5 مللي جرام خير وبركه، ما اتظبطش ممكن بعد شهرين اعمل دبليكيشن للدوز وممكن اوصل لل 25 مللي جرام اتفقنا، وخاصه لو الجي اف ار فوق ال 30. الدواء بتاعنا اللي انا بتكلم عنه الالوجليبتين هو الجليبتوباك، موجود في تو كومباينيشنز او تو فورمز، ال 12.5 مللي جرام وانس ديلي وال 25 مللي جرام وانس ديلي. انا كده خلصت يا سعاده الرئيس. شكرا جدا.